جمهور الوداد يعود بأغنية مزلزلة. عادت جماهير الوداد البيضاوي بقوة مساء السبت إلى مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لمساندة فريقها برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا لكرة القدم. وانطلقت مدرجات مركب محمد الخامس باللون الأحمر الذي يرمز إلى لون الفريق وجمهوره. وكانت المفاجأة عندما صدحت جماهير التراس الوداد بأغنية اختزلت الوضع الاجتماعي الذي تعاني منه شرائح واسعة من الشعب المغربي. نترككم مع الفيديو.